مرحبا خالتي فاطمه عندنا اطرح حبيك بنيتي والله العظيم لا توحشناك خالتي فاطمه ربي يخليك بنيتي يا لطيفه يخليك ربي صحيحتك ديما كتجي عند بنتك كنقول لها واش واحد الواليده ما تجيش هي واجيت بنيتي عند بنتي وقلت نصوم معها رمضان بنيتي ربي يخليك بنيتي وطرح حبيبي الجنه تخليها بلاصتك اي خلي لك بنيتي ربي صحيحتك وطرح حبيبي الجنه بنيتي والله الا كنقول لك اجي كتعاود لنا مسكينه وكتبقى تعاود لنا واش غندير بنيتي واش غنقول لك بنيتي لا اله الا الله بنيتي غنقول لك بنيتي والله الا لا كيبان عمي علي ايوا عمك علي ما كاين شيء ما بقات صحه بنيتي حتى هو مسكين كي قال هذا راه بقى تيلبق وصافي ما مسكين عمك علي بقات له العين مشات والاخرى حتى هي والله العظيم اخت ايوا والله الا قلت هذاك النهار بنتك حفيظه تتوحشنا خالتي فيطونه ايوا واش غنقول لك بنتي انا والله العظيم اش غادي نقول لك انا والله ما كيشدنا بنيتي غا عمك علي مسكين ما كاينش بنيتي اللي يكون فيه الخيمه غا بوحديتها وما كاينش بنيتي اللي كي قال هذا يدير داك الشدق ديال الخبز وما كاينش يدير داك الجغمه ديال الحريره ورمضان هذا دابا راني وصيت عليه غنحجوبه رضيعتي ايوا فيها خير فيها خير قلت له انا غادي نمشي عند بنتي عند الطفله عند حفيظه نشوفها شويه ونصوم معها رمضان ايوا قلت له انت ها محجوبه تجيب لك جغمه ديال الحريره وتجيب لك شي كورونا كل نهار تجيب لك كورونا ايوا فيها خير والله بنتي عاوتاني بنادم كيعيا ايوا لا اله الا الله بنتي اش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله بنتي لا اله الا الله غادي نقول لك دابا فين اللي كيعجبك اخاتي في طول المدينه ولا البديه وهي بنيتي كل حاجه بنيتي وكي قال هذا وشغلها وكي قال هذا وما ضاقها المدينه بنيتي ما ضاقها شكل والعروبيه بنيتي ما ضاقها شكل هي انا كنرتاح في خيمتي كنرتاح بنيتي في خويمتي بقيراتي حدايا حميرتي حدايا علاش كنسقي مويها كلشي لا بنيتي حدايا ما المدينه بنيتي واش غنقول لك تما عندنا حنا في العروبيه القصبر في الخيمه المعدنوس في الخيمه الكرافس في الخيمه كلشي حداك القرعه بطاطا بطيشه بنيتي كلشي كل الخيرة تصيد ربي تبارك الله واخا نقولوا تاخرت حتى شويه ولكن من عطى مولانا خير وجا الخير الحمد لله وعاد بنيتي البير عمك علي كيسقي كيسقي مسكين كيسقي بالبير اي يا بنيتي ولا اله الا الله بنيتي لا اله الا الله بقيتي غير انت وياه انا وياه تزوجت حفيظه ها انت تشوفي هي تزوجت هنا في المدينه دابا راني عندها تزوجت كلثوم تزوجت مريم علال الخمار كلشي بقيت غير بوحدي في الخيمه ويطو ايوا يطو راه كتخدم في واحد الدار بنيتي هي اللي راه نافعانه راه كيعطيوها بقينا شي 30 الف في الشهر مسكينه كتقعد هذا كتلبق ايوا مسكينه كتخدم عند شي ناس في هنا في المدينه بنيتي ولا اله الا الله بنيتي لا اله الا الله واش غديري اي لا اله الا الله محمد رسول الله الله يحفظك بالدلابات ايوا ما كاين شي يا بنيتي ما بقات صحه بنادم العظام كبر ورا بنيتي 78 ايوا تبارك الله مازال ايوا 78 بنيتي عاد مازالاش من مازال بنيتي نتوما الناس البادية تبارك الله وحنا بنيتي عرفتي علاش دابا حنا شادين في راسنا حنا بنتي كنا ناكلو الطبيعة كنا ناكلو الخبويزة كنا ناكلو صيكوك والبيصارة والمنقوب وكنا ناكلو بنيتي العدس كنا ناكلو بنتي العجينة كنا راني عاقلة امي الله يرحمها كانت كتعجن ميدونات الكرون تبارك الله وخميرة البلدية وكطيبوا بنيتي في الفران ديال الطين بالعواد وكنا نلحنا بنيتي كنضربوه كي قال هذا غا من العيد العيد قليل خمسه د الصوابع وسبعه د الصوابع عاد كنربوا الله يرحمه كنحمو كنجيب داك الكيلو ايوا فيها خير هادشي اللي كاين ما كانش بنيتي انا الدجاج الرومي وما كانش هاد البيض الرومي كان غا البيض البلدي بنيتي وكان غادي كي قال هذا الدجاج البلدي وكان بيبي وكان الخيره بنيتي وكان السمن البلدي كلشي بلدي دابا تنبقرنا ولا رومي ودجاج رومي كاين انا بنتي غتبقى على الصحه ما كاينش شي حنا اللي ولينا ناكلو هذا الشيء اليوم ها هي الصحه تهبست انا با الله يرحمو عاشت بنيتي 140 عام تبارك الله وامي عاشت بقى لها شي 98 ومشات بسنانها وشعرها كحل وقوي ايه ماشي بحال دابا هاد الجي كيشي بغا على 14 عام ولا دخل ولدي علانا ولا شاب على 16 صفار ايوا يعني كلتهم بالتبات وصفات على 18 ايوا هادشي اللي كاين بنيتي ايوا اش غدير اخاتي ايوا لا اله الا الله بنيتي لا اله الا الله مازال تجلسي معنا اخاتي ايوا مازال بنيتي نقعد شويه تمشي للسخون
واخا رمضان واخا رمضان بنيتي انا ما كندير مني السخون والو والحمام ديال الزنقه بنيتي كيعجبني نمشي نكمد هذا والو انا ندير كي قال هذا وندير القشيره هذه الحنه بنيتي يدياتي ورجلياتي ونتقدى اللي قسم الله ونخرج بنيتي ايوا عمك علي راني قلت لك خليتها مع حبار الله ايوا فيها خير ايوا